مساء الخير يا كابتن، وصباح الخير. صباح الخير عليكم، كل سنه طيبين. تحياتي لمحمد فاروق، تحياتي ليك، وتحياتي للمشاهدين، ورمضان كريم، كل سنه وانتم طيبين. صحه وسلامه. طبعا زي ما حضرتك عارف، مباراه سموحه والزمالك في نهائي كاس مصر يعني عملت لغط كبير جدا جدا جدا، والكابتن محمد فاروق معانا النهارده، لكن طبعا اكيد شهاده من حضرتك كخبير تحكيمي كبير اكيد هتحل الجدل اللي كان طبعا داير في الاونه الاخيره. بس خليني اقول لك انه انا يعني ما كنتش احب انه ملف المباراه دي يتفتح تاني. المباراه انتهت بكل ما فيها، دي حقيقه، وما فيش مباريات في كره قدم من غير اخطاء، وده شيء طبيعي وارد وموجود في الدنيا كلها. واعتقد انتوا بتتفرجوا على الدوري الانجليزي والدوري الاسباني ودوري ابطال اوروبا، دايما انتوا بتركزوا على اخطاء الحكم، ومحدش فيكم بيركز على الاخطاء الاداريه اللي بتحصل، محدش فيكم بيتكلم عن اخطاء الناديين واشعال الجو اللي قبل المباراه اللي وصل لدرجه الحرب. ايوه. بس عايزك تقول لي يعني بالله عليك، يعني التحكيم يقدر يحكم ازاي وهو مستريح في الجو ده؟ دي حقيقة. بقينا نشوف معارك فضائية يعني غير طبيعية، بقينا نشوف تخبط غير طبيعي وتخبط إداري الحكام مش مسؤولين عنه، ذنبهم إيه الحكام؟ ونيجي في الآخر نسيب كل ده ونقول بقى في هنا ضربة جزاء ولا لأ، وفي طرد ولا لأ، ولا ده يستحق ولا ده ما يستحقش. يا جماعة وفروا الأول الجو المناسب، دي حقيقة، للحكم. إذا كان الحكام الأوروبيين بعد كل الدعم اللي بيحصلوا عليه والتأييد، دعم مادي ودعم معنوي وهيبه ونظافه في التحكيم وروح رياضيه في الملعب وجو مثالي وبيغلط، دي حقيقه، دي حقيقه. انا بنحط للناس، بنحط الناس في النار وبعدين نيجي نحاسبهم. انا بقول لمحمد كل سنه وانت طيب. الاول يا محمد، كل سنه وانت طيب، رمضان كريم عليك. الله اكبر يا كابتن، ربنا يخليك. وسواء انت خدت قرار بانك انت تعتزل اللعب، انت ما زلت قادر على العطاء، وانا شايفك لسه موجود في الملعب وعندك حضور. وايا كان يا محمد زملائك المحللين ايا كان رايهم، فكل واحد له حق في الراي وده ما يزعلكش. انا بقول لك الكلام ده بغض النظر، انا يوميها الحقيقه اليوم ده ما حللتش المباراه لان ما كانش عندنا وقت، ولكن عايز اقول لك اللي بيحللوا في التحكيم زمايلك المفروض انك انت تحترم ارائهم، اذا حتى لو اختلفوا معاك وهناك مكان يجمعك بيهم وتتناقش في الـ في الـ في, الـ في وجهات النظر وفي الاراء. انما انا بصراحه شايف انه المباراه خلاص انتهت بحلوها ومرها ايا كانت الظروف اللي حصلت فيها هذه المباراه. وخلينا نتكلم بقى محمد. ايوه، عايزين نتكلم بقى للكابتن محمد فاروق طبعا. بعد نهايه مسيره طبعا التحكيم بالنسبه له واعلان الاعتزال، شايف ازاي بقى كابتن محمد فاروق في اللي جاي؟ انا هو بص محمد، هو الاقدر على ترتيب اوراقه بنفسه. هو شايف الدنيا ماشيه ازاي، عنده مجالات كتير جدا، هو شخصيه عامه، ممكن يبقى مطلوب في العمل في الرياضه في قطاع غير التحكيم، وممكن يكون مطلوب في العمل في قطاع التحكيم. انا عارف كويس قوي ان احنا الظروف الاخيره ديت احنا ابتدينا بصراحه، اكلمك بصراحه محمد، قاعد احنا ابتدينا الحقيقه الحماس عندنا يفطر في العمل في التحكيم من اللي بنشوفه. لو الدنيا ماشيه بقواعد عامه ثابته زي ما هو موجود في كل حته، زي ما موجود في كل عناصر الكوره، وان كل واحد من عناصر التحكيم ياخد حقه المناسب في الوقت أكيد. المناسب كنا بقينا متحمسين للعمل في التحكيم طبعا. لكن انا بفتح قلبي بصراحه، ومحمد عارف الكلام ده كويس، وبقول لك انه القواعد اللي بيعمل بيها ليس لها علاقة لا بتاريخك ولا باسمك، دي حقيقة، ولا بما قدمته في التحكيم. هناك عوامل مساعدة أخرى، الشاطر واللي بينجح إن هو يوصل لها هو اللي بيكسب في الآخر. وبالتالي كان محمد يعني هو كان متوقع مني إن أنا أشجعه في العمل التحكيمي أو أقول له إحنا منتظرينك بقى تعمل حكام كبار زيك، وإنك تشتغل في العمل التحكيمي وتساهم في تطوير التحكيم والكلام الجميل ده. بس الحقيقة أنا بقول له محمد، اختار العمل اللي أو اختار الحاجة اللي تكمل فيها هوايتك، اللي تبعد عنك وجع الدماغ والدوشة، واللي تحقق لك اللي التحكيم مش حققه.